نبدأ بحول الله وقوته دورة علمية في فقه الصيام في كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام مع الشيخ الفاضل أبو بكر محمد أحمد، فليتفضل مجزيا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها المسلمون الكرام، حضور الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله قرر بأنه تكون هناك دورة في كتاب العمدة، ونتيجة لبعض الظروف المحيطة بالبلد قد ما نتمكن من إكمال الأيام المقررة جميعا، فرأينا اليوم نعمل ملخص إن شاء الله تعالى إذا وفقنا لمجمل الأحكام أو بعضها أو أكثرها المتعلقة بهذا الشهر الفضيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نقدم ما ينفعنا. هذا الشهر المبارك شهر رمضان هو من أعظم الأشهر عند الله سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل الأشهر مجملة في القرآن: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. ولما ذكر رمضان سماه باسمه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وامتدح الله تعالى هذا الشهر بنزول القرآن فيه وفضله بليلة مباركة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وللشهر فضائل عظيمة جدا يعلمها صغار المسلمين قبل كبارهم، ومن أعظم ما يستعد به ونحن في أواخر شعبان إلى رمضان، أعظم ما يستعد به لرمضان التعلم، أن يتعلم الإنسان الصيام الصحيح بأحكامه وآدابه وسننه، لأن الإنسان يزيد أجرا بصحة الصيام وبتتبع السنن والآداب في الصيام، كده الإنسان بيزيد في الأجر. وكما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأن العالم يعرف الصحيح من الخطأ، والسنة من البدعة، والواجب من المستحب، والعالم يفضل بين واجبات الأمور وبين الآداب فيفعل الواجب، والعالم يعرف الأجر الكثير وين. طيب، فمما نختصر به الكلام يا أخواننا إن شاء الله في رمضان أو الحديث عن رمضان، أولا نقول تعريف هذا الشهر أو هذه العبادة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح بلوغ المرام، قال: وصيام رمضان هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، التعبد لله بالإمساك
عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا تعريف الصيام يا أخوان، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب نأخذ مفردات التعريف. الأولى قال التعبد لله، ولاحظ في بقية أركان الإسلام والعبادات الصلاة إحنا والحاجة بنقول التعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. دي الصلاة تعبد لله، لأنه نحن لما نقف كده الله أكبر وقفنا بنتعبد لله، لو ما في النقطة دي إذن دي ما عبادة. الصلاة ما هو وقوف وتكبير وتحميد بس، لا، أهم شيء فيها التعبد لله. وإذن يا أخواننا يبقى عندنا مسألة مهمة، ما دام قلنا التعبد لله هذا التعبد لا بد أن يكون خالصا لله، وإلا مو مقبول. ليه؟ قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عشان كده من الآن أنت أول حاجة تهيبها نفسك لرمضان، أسأل نفسك سؤال، أنا صايم ليه رمضان؟ إذا كان صايم لله الحمد لله، صايم لله. طيب لو كان صايم لأنه لقيت الناس صايمين، ناس البيت كلهم صايمين وأنا صايم زيهم، الثلاجة ما فيها حاجة والبيت ما عملوا فيه شيء، أه؟ والمطاعم مقفلة، صايم كده بس، ده ما لي الله ما فيه حاجة، ده ما فيه أجر. أيوة، أول شيء اسأل نفسك لما أنت صائم؟ أنا صائم لله، خلاص من صام لله وقع أجره على الله. ولذلك جاء في الحديث القدسي المولى سبحانه وتعالى يقول الصوم لي، لاحظ الصوم لي وأنا أجزي به. بالله لو تأملت الكلمة دي، الصوم لي، لأنه حقيقة الصيام ما يعلم إلا الله. الصلاة دي ممكن الناس يشوفوك أو داك أنت واقف تصلي في الجامع، لكن حقيقة الصيام ما يعلم إلا ربنا. ممكن قدام الناس تعمل فيها صايم وخشمك ناشف وشايل لك مسواك طالع ونازل بيه كويس، وتمشي بهناك تخش على التلاية تضرب لك جكابري وتفوت، ما في حد يعرفك. لذلك قال الصوم لي وأنا أجزي به. طيب إخلاص العبادة لله يا أخواننا فيه أمرين مهمين. الأمر الأول الإخلاص في نفس العبادة لله، ده يعني الصيام اللي قلنا قبل شوية، صيام صايم لله. طيب الأمر الثاني الإخلاص في بقية العبادات لله، ما دي براها شي كده. سبحان الله الإخلاص ده أمره صعب ما زي غيره. الصلاة أنت عندك جزء ثاني، جزء الصلاة ذاتها الأفعال بتاعتها، أنت أول ما عملتها خلاص الموضوع انتهى، لكن لاحظ الإخلاص جزء منه يخص العبادة نفسها والجزء الآخر يخص بقية العبادات. يعني شنو يا أخوانا؟ لو بقيت أنا صائم لله، الصيام ده نظيف لله سبحانه وتعالى، ولكن عندي عبادات تانية بعملها لغير الله، يبقى ديك ما مقبولة
والصيام ذاته ما مقبول. عشان كده يا ناس دي مشكلة. الناس تعمل حسابها. ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ماله صالحا. صالحا يعني زي ما ربنا امرك به. وثاني قال ولا يشرك بعبادة ربه احدا. يعني كان بيجد عبادتك دي لله، الصلاة لله، والصيام لله، والحج لله، والزكاة لله، لكن عندك دعاء بس قاعد تصرف لغير الله بيخرب عليك ده كله. بس الدعاء تصرف لغير الله يخرب عليك الباقي كله. عشان كده يا اخواننا نحن وقفنا الوقفة الطويلة دي في الأول مع إخلاص النية لله. إخلاص النية يكون في العبادة دي وفي غيرها. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طيب طيب يا اخواننا عندنا الجزء الاول التعبد لله بالامساك عن المفطرات. ما هي المفطرات؟ مفطرات نمره واحد الاكل وما في معناه، اثنين الشرب وما في معناه، ثلاثه الجماع وما في معناه. هذه أصول المفطرات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي التي ثبتت بالنص والإجماع، أكل وشرب والجماع. أما الأكل معروف، وما في معناه ده شنو؟ قالوا الإبر المغذية. لاحظ الإبر دي قاصدين بها الحقن. الحقن نوعين، منها نوع مغذي يقول لك الدو دريب بتاع ملح او دريب بتاع ناس السكر ديل غيره. الدكتور قاعد عشان ما ننظر ثاني. احنا دريب بغذي، لما انت قلبك الاكل يدوك دريب، ما بتشرب سوائل يدوك دريب. هذا الدريب يقوم مقام الاكل ويقوم مقام الشرب في تغذية البدن بما يحتاج إليه من شراب أو طعام. ده زيه زي الأكل والشرب. أما الإبر الحقنة الثانية غير المغذية، حقنة بتاعت ملاريا غير من الحقن بتاعت الأمراض، دي ما بتدخل في أكل ولا في شرب، وممكن يستعمل الإنسان الصائم. يا أخوان عشان تعرفوا العلم ده بالمسائل دي مهم جدا. مرة لقيت واحد من أهلنا النهار كله منتظر ومتأزم جدا، عنده أزمة وتعبان شديد، منتظر الأذان يأذن عشان يستعمل البخاخ بتاع الأزمة. ليه؟ لأنه فهمه إنه بخاخ الأزمة ده بيفطر بس. ده الموضوع كله وما بيسوي اي حاجه البخاخ. يعني وانت عندك ازمه وصائم احتجت للبخاخ تستعمل البخاخ وما يضر، والعطر ما يضر، والكحول في العين ما يضر، و البخور. لكن البخور انتبهوا، في من الانواع الابخره له جرم. جرم يعني في بخور بيكون ثقيل كأنه انت لما تستنشغه بتشعر انه في شيء دخل لجسمك ده جوا. بيقولوا الابخره التي لها جرم تدخل الى البدن هذه تفطر. اما الابخره العاديه والعطور وكحول النسوان، وكذلك قال ابن تيميه ومداواة الجائفه والمأمومه.
الجائفة دي الجرح الذي يصل إلى الجوف، الجرح في البطن، زول عملوا له عملية في بطنه والعملية دي فيها عقاقير دخلت جوا للجوف، هذا لا يضر وما يفسد الصيام. والمأمومة هو الجرح الذي يدخل إلى أم الرأس، أم الرأس يعني الدماغ، فالمداوات الجروح ما تضر، والإبر العلاجية ما بتضر كويس، والكحول والريحة كلها ما ذكرنا، ويدخل استعمال السواك إن كان السواك بتاع السواك العادي ده ولا السواك بالمعجون كله ما بيضر. ويدخل في ذلك أيضا مما لا يضر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه تذوق الطعام، المرأة اللي ما عندها شافع يضوق لها، تذوق براء لا بيطعم ولا ما طعم، لكن بشرط ما يتجاوز اللسان، ما تمشي تبلع منه حاجة، بس تذوق الطعم فقط باللسان وتبصغه ما في بأس، ده كله ما يضر. ويدخل في ذلك أيضا استعمال الحمام والإكثار منه، خلافا لبعض الفقهاء اللي بيروا إنه لو كثرت من الحمام دي مشكلة، يقول لك ما تستحمى كثير وما تمشي البحر، فناس عندنا تشدد في الدين غريب خلاص يا أخي، مع الحر ده هتعمل شنو أنت؟ بعدين يقول لك والله شوف نحن صيامنا صيام مر، لا فيه مكيف ولا حمام كثير ولا بحر، يا أخي قال لك أعمل كده أنت من ذاتك كويس؟ ده كله يا أخواننا لا يضر بالصائم شيئا. طيب إذا ده عندنا الأكل والشرب وما في معناه. ثانيا أو ثالثا الجماع، وهو معروف ويدخل فيه إنزال المني بشهوة بأي وسيلة كانت. إذا كان الجماع المعروف جماع الرجل لزوجته وحتى غير المشروع المحرم كالزنا برضو يدخل فيه مفسد للصيام، كذلك كل ما ينزل المني الدافق بشهوة، انتبهوا يا أخوان المني الدافق، كل ما ينزل إن كان باللمس باليد أو بالاستمتاع بالنظر، قالوا إلا في حالة واحدة وهي مجرد التفكر، وطبعا دي وإن كانت هي حالة نادرة لكن مذكورة في الفقه، بمجرد التفكر إن أنزل المني لا يفسد صيامه. قالوا والدليل قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الحديث ذا دليل على أنه الإنسان لو حدث نفسه بحاجة ونتج عنا أي ناتج هو لا يتضرر بما نتج. طيب حكم الجماع يختلف عن حكم الإفطار بالأكل والشرب. حكم الجماع من جامع ذاكرا غير ناسي، يعني ذاكر انه صائم، وكذلك الزوجة ذاكرة متذكرة انها هي صائمة، فتجب عليه الكفارة المغلظة والقضاء، يقضي اليوم ده وعليه الكفارة المغلظة اللي هي شنو؟ بالترتيب، إما عتق الرقبة ما يجد، صيام شهرين متتابعين ما استطاع، إطعام 60 مسكينا بالترتيب على الصحيح إنها تكون مرتبة،
يعني هو قادر على الإطعام، قادر على الصيام، ما يذهب للإطعام، كن مرتبة. وانتبهوا يا أخوانا، هذه الكفارة المغلظة لا تكون إلا في الجماع فقط، والجماع من المتذكر مش الناسي. وإن كان الفقهاء تكلموا عن مسألة النسيان دي، قالوا دي بعيدة ذاتها، لأن الموية دي ممكن تنسى، تماشي كده لقيتك موية عجبتك نزلت فيها شربتها ومشيت، ما في لحظات بسيطة. قالوا والجماع يعني له مقدمات ويصعب نسيانه، وإذا نسي الرجل كيف نسيت المرأة. لكن على كلنا الحكم باقي، لو قدر إنه حصل مع النسيان ما يضرهم شيء، والصوم صحيح وما يفسد. طيب، هل تجب الكفارة على المرأة والرجل مع بعض أم على الرجل فقط؟ الصحيح تجب على المرأة لحالها والرجل لحاله. أي واحد براو يكفر براو. ودليل حديث سلمة ابن صخر البياضي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله، وده فيه دليل إنه هذه من كبائر الذنوب. الفطر عامد في رمضان من كبائر الذنوب. قال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا أستطيع يا رسول الله. قال والله ما بين لابتيها، اللابة هي الصخرة والحجر الأسود، يعني قال لي ما بين الجبلين بتاعنا المدينة ديل، أهل بيت أفقر مني، ما في ناس أفقر مننا. طيب، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله وما أهلكني إلا الصيام، وأنا الصيام ده ذاته وقعت به، لأنه فيه رغبة في زوجته ما استطاع الصبر، ما بقدر أصوم. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ده بعض الفقهاء قال أخذوا منه حكم، قالوا لا تسقط الكفارة بالإعسار. قالوا ما بتسقط بالإعسار، يعني لو ما عندك بتسقط عنك، تنتظر لحد ما تلقى وتكفر. والجمهور من الفقهاء يقولوا تسقط بالإعسار إذا كان ما عنده تسقط. طيب، بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا له بمكتل. المكتل ده هو قفة السعف، مش احنا بنسميها قفة؟ في اللغة العربية برضو اسمها قفة، لكن ما بقولوا القاحة حقتنا دي، هي بتاعت السعف كبيرة. فأهدوها للنبي صلى الله عليه وسلم، قام ادها للرجل قال له تصدق بهذا. فشوف لسه طمعان في الكرم النبوي، يعني قال على أفقر مني يا رسول الله، ده أنا اديها لأفقر مننا احنا، أنا ما قلت لك ما بين لابتيها، من الجبل ذاك ليه ده؟ ما في ناس أفقر مننا نحن. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبدت نواجذه، قال أطعمه أهلك، شيلوا شو الله رجع ربحان، كيف ربح صح. جاي قال هلكت، وقع في كبيرة هلكت، ارجع هو آمن مطمئن، ما عنده مشكلة من ناحية الأمر مع الله، ما عنده مشكلة كويس، ورجع شايل له قفة مليانة بتاع التمر يوديها لأهله. طيب، إذن يا أخواننا يبقى عندنا حكم الجماع فقط، حكم الكفارة المغلظة مع القضاء، يقضي يومه والكفارة المغلظة. بعض العلماء كالمالكية قاسوا عليها مسألة الأكل والشرب، قالوا برضو عليه الكفارة المغلظة لأنه انتهك حرمة الشهر. ولكن الصحيح يا أخواننا، من أفطر بالأكل أو الشرب عامدا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ما حاجة سهلة. ولو صام الدهر
ما أجزع عنه. هذه كبيرة يا أخواننا، الناس ما تتهاون بها. ولكن الواجب عليه التوبة وقضاء اليوم، ما عليه الكفارة المغلظة، هذا على الراجح. طيب، كده نحن وقفنا في جزئية الحديث، أول التعريف التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، عرفنا المفطرات الثلاثة، واللي ما بيدخل في الإفطار من طلوع الفجر، والفجر فجران كما قال العلماء. مالكية بيقول والفجر عند شيوخنا فجران، فجر صدوق وفجر كاذب وكلاهما في العين يشتبهان. الفجر الكاذب والصادق، الكاذب هو الفجر الأول، والصادق هو الفجر الثاني اللي عندنا نحن بنقول فيه الصلاة خير من النوم، وهذا هو الصحيح. الصلاة خير من النوم في الفجر الثاني مو في الأول. وعلامة الفجر الأول أنه رأسي ليس أفقي، يكون رأسي لفوق، الضياء فيه رأسي ما هو أفقي، هذه علامة أولى. العلامة الثانية الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلام. أنت لما تعاين مع الأفق، الأفق ده مع وجه الأرض كده، ده اسمه الأفق، بتلقى فيه ظلام بعد شوية فيه ضياء فوق منه، ما بتلقى الضياء متصل مع الأرض، تلقى فيه ظلام بعد شوية الضياء فوق منه، ده الفجر الكاذب ما الصادق، ده الأول. العلامة الثالثة هذا الظلام اللي بتلقاه على الأفق يزيد ولا ينقص، بعد ما أضاء كده الفجر ثاني تلقى ظلم، لأنه الظلام في الأفق ده بيزيد بيزيد لحد ما يغطي الضياء بتاع الفجر، إذا ده فجر كاذب. الفجر الصادق أفقي والضياء فيه يزيد ولا ينقص، ده الفجر الصادق. إذا أنت العلامات دي بتعرفها، تعاين وتأكل وتشرب، ولو غلطت ما عليك شيء، لأن ربنا قال حتى يتبين لكم، لاحظ ما قال حتى يطلع، لا قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلو أخطأ الإنسان في الفجر ما عليه شيء، ودي قاعدة أخذوها يا إخواننا. الخطأ في الفجر يختلف من الخطأ في الغروب، في أحكام دقيقة حتجينا قدام، لكن عموما الخطأ في الفجر لو ذو شك طلع ما طلع قالوا له أن يأكل ويشرب، بخلاف الغروب لو شك الإنسان غربت ولا ما غربت ليس له أن يأكل أو يشرب. ليه؟ قالوا لأنه في الفجر الأصل بقاء الليل، أنت اشتغلت بالأصل، الأصل الليل، وعملت بهذا الأصل ما عندك مشكلة، لكن في الغروب الأصل بقاء النهار، عشان كده لو غلطت مفترض تقيف ما تعمل أي حاجة، ما تأكل ولا تشرب لو شكيت. طيب الفجر يا أخواننا تتعلق به أمور، الأمر الأول السنة تأخير السحور، السحور هو أكلة السحر، وسموها بأكلة السحر ليه يا أخواننا؟ لأنها تكون في السحر. طيب لما نقول السحور بالفتحة، السحور ده الحائل بتاع السحر بين دزاته، لو بتشرب عصير أو بتشرب موية أو بتاكل بلح بتشرب لبن، الشراب بتاعك ده ولا الأكل ده اسمه السحور بالفتحة.
والفعل اسم السحور، كونك بتتسحر اسم السحور بالضمة. الأفضل في السحور التأخير بحيث أنه يكون يعني قريب من الأذان الثاني، قريب من طلوع الفجر. وده الأفضلية فيه يا أخواننا في أشياء كثيرة جدا. أولا فيه تضييق اليوم، ومن مصلحة الصائم أن يضيق اليوم، لكن لما تتعشى أنت الساعة 12 وتنوم طوالي، شوف أنت بتلقى نفسك صائم كم ساعة. إذا عشيت الساعة 12 ونمت، حتقعد من 12 دي ل 12 الجاية دي 12 ساعة، ومن 12 لحد 6 دي كم؟ حتكون صائم كم ساعة؟ 18 ساعة. طولت عليك اليوم. فمن فائدة تأخير السحور تضييق اليوم. ثانيا متابعة السنة. ثالثا التماس البركة. في بركة في السحور. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في السحور بركة، حديث أنس. طيب البركة في شنو؟ قالوا التقوي على العبادة. أنت في رمضان محتاج لعبادات تانية غير الصيام، مو صايم ساي أنت. أنت عندك تلاوة قرآن، أنت عندك تجهيز لإكرام الضيف وإطعام الطعام. حتمشي بعدين تلف السوق وتجيب حاجاتك وتشيل صينيتك وتطلعها برا وتكرم الضيفان والمار بالشارع وتاكل مع جارك. فلا بد تتقوى. طيب ايضا قالوا في السحور بركه لانك تستيقظ في وقت نفيس، من دعا الله فيه اجابه، ومن ساله اعطاه، ومن صلى فيه ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوف الفضيلة دي كيف. عشان كده قال لك إن في السحور بركة. رابعا من بركة السحور وتأخير السحور إدراك صلاة الفجر، لأنه أنت لو نمت من السحور بتنوم من الفجر ذاته، ولو عملت السحور بدري بتنوم بعديه وحتفوز صلاة الفجر. عشان كده آخر السحور خليه قريب من الأذان الثاني، عشان أنت أول ما استحرت انتهيت أذن الأذان طوالي صليت الرقيبة في البيت، وهذه السنة. الناس تحافظ على مثل هذه السنن، صلي الرقيبة في البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حياته لا يصلي الرقيبة إلا في البيت، ثم يخرج إلى المسجد. كده أنت تكون أدركت مجموعة من السنن. والناس بيقول لك في إمساكية يعني احتياطي كده، تمسك قبل نص ساعة أو 40 دقيقة، هذه الإمساكية بدعة ما وردت في السنة. إنما السنة أن يتسحر الإنسان قريبا من الأذان. حتى جاء عن زيد رضي الله عنه أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أنس سأله قال كم كان بين السحور والصلاة، وش الأذان؟ كم كان بين السحور والصلاة؟ قال قدر 50 آية، يعني بالضبط حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة. من شنو؟ من الصلاة، معناه مع الأذان السحور. طيب وأيضا من أحكامه أن الإناء إذا كان في يد أحدكم، أنت قاعد تشرب في يدك، وأذن المؤذن، النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. شوف التيسير ده كيف بالله. أنت ماسك في يدك وبتشرب، بعد ما عندك أي مشكلة، بس أنت لو صحيت وضمنت أنه الأذان، أنت في الساعة الأذان ما أذن، امسك كوبايتك الدائره ولا حاجتك في يدك، بعد ثاني كان اذن ولا ما اذن انت ما عندك شغله، تظبط امورك تمام، لكن القعده تحت ما ترفعها، بس في يدك دي ظبطها تمام. ها وارفع لك حاجه كبيره عشان ما تتورط.
تحتاج تاني انت؟ ارفع لك حلة كبيرة. طيب كده يا اخواننا عندنا ده مبتدأ الصيام. نجي في الآخر إلى غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ده وقت الإفطار. بعض الفقهاء طبعا قالوا فقد أفطر الصائم، خلاص أفطر. بعدها أنت لو أكلت ولا ما أكلت هو أفطر الصائم خلاص، قالوا فقد أفطر الصائم. ولكن الراجح إنه الصائم لا يفطر إلا بنية الإفطار. ممكن تفطر بنية الإفطار حتى لو ما لقيت حاجة جنبك. أنت جاري راكب لك ركشة ودار تحصل البيت سريع، وبعدين اللزان أذن عليك في الشارع وتلفت ما في حاجة، كويس؟ بنيتك بس تفطر. أول ما عقدت النية إنك أنت أفطرت خلاص أفطرت، انتهى الأمر. والأفضل أن يفطر الإنسان على رطب. الرطب ده التمر اللين لسه ما أكمل نضجه، وإلا فتمرة، وإلا إن لم يجد حسى حسوات من ماء. ابن القيم عليه رحمة الله تكلم على الموضوع ده، قال: وفيه فوائد للمعدة، لأن المعدة لو سكتت كثير أول ما دخل عليها السكريات أفضل، بعد ذاك هي بتقدر تتهيأ لغيره من الطعام وبيكون أصح للمعدة. بعدين قال حسى حسوات مما، لو ما لقيت تشرب مويه لكن قال لك حسوات، وانت لاحظ براك في نوعيات هذول بيكون شغال في الحر، أول ما جاء في الإفطار بيشرب له 4 مويه ولا 6، بعد ذاك حتى يمشي شنو؟ أول ما يجيب القراصة ولا العصيدة قدامه بعاين فيها كده ويرقد له ورا، ما بيقدر، وده الصلاة حتغلبه. عشان كده لاحظ، شوف دقة السنة، قال حسى حسوات من ماء، ما تشرب كثير. بعدين الدكتور ده ممكن يديكم مزيد فوائد في الموضوع ده. طيب ده كده يا اخواننا عندنا الفطر والسنة فيه قالوا التعجيل. طبعا التعجيل ده ما زي الناس اللي عندهم غلو، في ناس عندهم غلو عجيب جدا، ده الشمس بتكون قاعدة بتكون فطروا، يقول لك التعجيل يا مولانا. يا شيخنا التعجيل بعد الغروب، بس يتحقق من الغروب. ولو كنت انت بتشوف بعينك، الصحابة كانوا بعينه، إذا غاب قرص الشمس، القرص الدائرة دي بس غابت، بيفطروا طوالي وما بيتكلفوا في الصعود إليها، يعني ما بيطلعوا لا فوق في حتة شاهق عالي عشان يشوفوا إنه يتأكدوا لا نزلت ولا ما نزلت، لا، من المستوى العادي. لكن في جو مش زي حقنا ده في عمارة جنبك وبتاع، لا، يكون جو عادي زي أهلنا في البلد هناك. واحد ممكن يجي في عين في الشمس عينه لا يهدي غابت يفطر طوالي. حتى الصحابة قالوا: وإن أحدنا لو صعد على راحلته لرآها. شوف الشمس هذه قاعدة لو طلع على الناقة. والتعجيل فيه فضيلة عظيمة يا أخواننا، جاء في سنن الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ودي يا أخواننا فضيلة ما سهلة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. أول ما تلقى المجتمع بيقعد يتكاسل، وفي ناس عندهم قوانين عجيبة خلاص،
يقول لك أذان أم درمان أذن ولا ما أذن؟ يا شيخ أنت ما في أم درمان، أنت في الخرطوم. يقول لك الإذاعة، إلا الإذاعة. وبعد ما يأذن يقول لك أرجع الأذان انتهى يا ولد، يديك نهرة كمان. يا ناس الأذان ما بيرجو، هو المشى يأذن ده ذاته بكون أكل بلحة وبعدين مشى، ما بتنتظر الأذان. عشان كده السنة يا أخواننا التعجيل في الفطر. طيب نمشي بعدها يا أخواننا لنقطة جديدة وهي الأعذار المبيحة للفطر. العذر الأول المسافر، والسفر هو ما سمي عرفا سفرا، دي المسافة بتاعته. وإن كان في بعض المذاهب الفقهية كالحنابلة وغيرهم عندهم محدد به مسافة 81 كيلو، ولكن الراجح ما سمي بالعرف سفر. الليلة الواحد بيقول لك مثلا، يقول لك ماشي الباقير، لاحظ ماشي الباقير، اها، ومسافر اللبيض، لاحظ بيقول لك مسافر اللبيض لانه دي معروفه سفر، لكن يقول لك ماشي الباقير. الناس ما تعتبر الباقير سفر، لانه ازول من حته لحته لسه ما طلع للاسفار وما طلع، هذه قريبه بيجاي. فما يتعارف عليه الناس انه سفر، ماشي مدني سفر كويس، وهكذا ما تعارف الناس عليه انه سفر فده عنده احكام السفر. طيب السفر بنص القرآن مبيح للفطر، ولكن تبقى هنا مسألة، لانه الأدلة انت لما تقراها اللي تكلمت عن الصيام في السفر قد تتعارض عندك. مثلا حديث أنس رضي الله عنه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. بعدين حديث تعرف انه ده فهم عجيب للصحابة، عندهم فقه في الموضوع ده. حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس في سفر، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له إن ناسا لم يفطروا يا رسول الله، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. كأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم أو ذمهم. طيب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد ظلل عليه، لما انخدت له ظلب فوق له، قال ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله، قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. أها. حديث آخر، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في حر شديد، وليس منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. وده جابه في فضائل عبد الله بن رواحة. هنا معناها الصيام شنو؟ كويس. وهناك أولئك العصاة. طيب أخوانا نفهم الموضوع ده كيف؟ الفهم كالآتي. ابن تيمية طبعا بلملم النصوص لما لك هنا، خدتها لك كلها ورصها لك رصة لما انت ذاتك امورك تروق. قال الافضل هو الايسر، الافضل الايسر، والذين انكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانهم صاموا في وقت الناس فيه احوج الى القوه، لانهم ماشيين يقابلوا عدو، والنبي صلى الله عليه وسلم افطر لانه اقوى لملاقاه العدو لما انت تكون مفطر ما صايم.
عشان كذا لما قال في ناس صاموا قال أولئك العصاة. وبرضه في حديث آخر كان جزء مفطرين وجزء صائمين، الحر اشتد عليهم لحد ما سقط الصائمون وجاء المفطرون ووضعوا الخيام وبردوا لهم الجو وخدموهم لحد ما أكملوا يومهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون بالأجر. يعني أحيانا أنت بتشد على نفسك دار الأجر الكثير، يجي زول يخدمك ويجيه لك الأمور، يضبط لك المكيف وكده ويسوي لك الأكل، يشيل الأجر الأكثر هو. عشان كده نقول يا أخواننا اختصار الموضوع في السفر، الأفضل هو الأيسر للإنسان. أحيانا أنت تكون في سفر بارد لكن في بص سياحي والجو بارد ما في تعب، بتصل مسافتك الماشي ليها قبل المغرب، والصوم مع الناس أيسر. القضاء ده بعدين في ناس بيبقى عليهم حار، تلقى والله الصيام مع الناس أفضل ليك يا أخي، فالأفضل ليك هنا إنك تصوم. أما لو اشتد عليك والسفر قطعة من العذاب فأنت أفطر وبعد ذاك أقضي في أيام أخر. عموما السفر رخصة من رخص الإفطار. طيب ثانيا أو مسألة تتعلق بالسفر، في حاجة العلماء سماها سفر المعصية. سفر المعصية، إما أنت مسافر لمعصية شايل لك عود عامل فيها فنان، ماشي عندك حفلة في مروابة، كويس ده اسمه سفر معصية، لا يجوز لك أن تترخص برخص السفر. تمشي صايم بعودك ده من هنا لهناك، ليس لك أن تترخص برخص السفر. قالوا وفي سفر المعصية أيضا أن تسافر لتفطر. يعني أصلا أنت ما تسافر، تقول الله يا رمضان ده سخن معانا وده لي بريك كده صغير، أقوم أسافر من هنا أمشي كسلة وأجي راجع، يوم ماشي ويوم جاي، دول يومين أريح فيهم شوية بعد ذاك أجي أواصل صيامي عادي. ده اسمه سفر معصية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. أنت مسافر ليش؟ عشان تفطر، إذن هذا السفر حرام، أنت ما عندك حاجة في السفر. طيب ثانيا من الأعذار المبيحة للفطر الحامل أو الحمل والرضاعة، فالحامل والمرضع إذا تضررت أو خافت الضرر، إما وقع على ضرر لأنه الحمل والرضاعة بتحتاج إلى نوع معين من الغذاء يكون متواصل بصورة معينة عشان تهيئ لطفلها الغذاء المناسب، فلو احتاجت للفطر الحامل أو المرضع فلها الإفطار. واختلف العلماء في القضاء بتاعه، منهم من قال عليها القضاء والإطعام، ومنهم من قال عليها القضاء فقط، ومنهم من قال عليها الإطعام فقط. والخلاف طويل وسرد الأدلة طويل ما يقضينا الزمن، لكن الخلاصة الراجح عليها الإطعام فقط. إطعام عن كل يوم كيلو ونص من الدقيق أو كيلو 40 جرام، يعني كيلو ونص، الزيادة بتكون لك خير أنت لو زودت شوية. طيب كيلو ونص تحسب أيام الأفطارات كلها، إن الشهر كامل يبقى على 45 كيلو من الدقيق. أنت زوجها وأبو الطفل، بعض الفقهاء قالوا الواجب عليك أنت تطلعه، الطفل ده ما حقك ما حقها هي، بعدين بيسموه منه؟ سموه حاجة سكينة، ولدك أنت تدفع أنت، وهي تفطر. و في كيفية توزيع هذا الطعام
لا يشترط عدد الأشخاص، يعني لما توزعوا ما يشترط عدد هنا، ممكن توزع على 3 أشخاص 4 كما قال الشيخ صالح الفوزان أو غيره، 3 4 تقسم شوال الدقيق عليهم وخلاص. والشيخ ابن عثيمين يضيف عليه قال لو أمكن أن يكون معه شيء زيادة خير ساي، شيل معه كيس بتاع عدس ولا كيلو أو نص كيلو بتاع لحمة تخطه معه وهكذا، شي حاجة يأكلها بيوي. طيب ثالثا المريض من الأعذار المبيحة للفطر المرض، والمرض نوعان، مرض مستمر، مستمر ده كأصحاب السكر مثلا، مرض السكر، مرض القرحة وغيره من الأمراض التي لا يستطيع صاحبها الصوم أصلا، فده حكمه نفس حكم قلناهم قبل شوي الإطعام، أصحاب الأمراض المستمرة. طيب وله يا إخواننا أن يتعبد في رمضان ببقية أنواع العبادات، مش تقول خلاص والله إحنا السكر ده رمضان ده قاعد يمرق مننا ساي، ما بيمرق منك ساي يا أخي، في صلاة تراويح، في قراءة قرآن وإطعام الطعام وغيره من العبادات في رمضان. طيب أما أصحاب الأمراض العارضة تدخل معهم الحائض والنفساء، وديل طبعا يعني الفرق بيناتهم بسيط كده، إنه ديل الواجب عليهم الإفطار الحائض والنفساء، لكن بيشتركوا مع المريض مرض عارض في إنهم بيفطروا ويقضوا بعدين، ديل الواجب عليهم الحائض والنفساء الواجب عليهم الإفطار لأنه ما يصح منها الصيام، ما يصح منها الصيام وهي حائض حتى ولو حاضت قبل لحظات من أذان المغرب، 5 دقائق ولا الأذان يأذن نزل منها الحيض فسد الصيام، أو لو حاضت يعني بعد الفجر بلحظات وهكذا، وكذلك النفساء. لكن النفساء إذا كان عذرها ما هو النفاس فقط إنما الرضاعة فدي تدخل مع الحامل والمرضع بغالي في مسألة الإطعام، والحائض دي عليها القضاء ما بتدخل فيها الإطعام. طيب المريض مرض عارض يفطر ويقضي في أيام أخر، وإن لم يتمكن يا أخواننا حتى دخل رمضان اللي بعده وما تمكن فلا شيء عليه، إن كان يعني لعذر ما في شيء عليه كويس، ممكن يقضي رمضان بعد رمضان اللي بعده، أما إن كان لعذر لغير عذر مماطلة منه، مماطلة فقط ما قضى، فهذا آثم وعليه الاستغفار. وبعض الفقهاء بيقولوا يقضي ويطعم احتياطا لما فرط، ولكن الراجح ما في دليل عليه الإطعام إنما عليه القضاء والاستغفار على ما فرط في طاعة الله. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طيب بالنسبة للمرض قلنا قسمان، قسم منه المرض المستمر والقسم الآخر هو المرض العارض، فلو أفطر إنسان لمرض عارض قضى، ولو أفطر لمرض مستمر أطعم، والإطعام يكون بطريقين، الطريقة التي ذكرناها آنفاً هي طريقة إخراج نصف الصاع أو طريقة الإطعام، إما طلع كيلو ونصف من الدقيق
لكل مسكين عن كل يوم مسكين، وإما أن تجمع ناسا فتطعمهم. كان بيعمل أنس رضي الله عنه ابن مالك لما كبر، كان يجمع من المساكين بعدد الأيام، مثلا كل يوم تعمل لك وجبة كبيرة وتدعو لها مثلا 10 من المساكين، بكرة 10، بعد بكرة 10، خلاص انتهى الشهر. هذه طريقة صحيحة، أو طريقة توزيع الطعام برضو صحيحة، وبعد ذلك تشوف الأنفع للمساكين. طيب، من الأشياء التي تفسد الصيام أيضا الحجامة، على خلاف كبير بين العلماء، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم قالوا أفطر لأنه ضعف، يضعف البدن بالحجامة، والحاجم قالوا يفطر لأن صنع الحجامة مظن لدخول شيء من الدم إلى جوفه، لأنه زمان بيعملوها بيجذبوها جذب. وعلى العموم بعض أهل العلم أورد حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وبعضهم إن كان يضعفه، لكن اللي بيقوي الحديث بيقولوا الحجامة لا تضر. وعلى أي حال خروجا من الخلاف، أنت ما تحتجم في نهار رمضان، إذا قدر إنه أنت احتجت للحجامة ما تحتجم في النهار، أعمال في الليل. ويدخل أيضا في الحجامة التبرع بالدم، لأنه العلة واحدة، إذا تبرع الإنسان بالدم في نهار رمضان فالأولى أن يفطر، الأولى أنه يفطر ويقضي هذا اليوم. طيب، بالنسبة للشك في غروب الشمس، طيب عندنا مسألة الشك ومسألة من تيقن غروب الشمس لكن بعد ذلك ظهر له انه ما غربت، فالمسألتين ديل بيختلفوا. مسألة الشك، من شك في غروب الشمس ثم أفطر هذا قد فسد صومه، إذا شك في غروب الشمس وأفطر فسد صومه وواجب عليه القضاء. طيب، أما شخص آخر تيقن بأي أسلوب من أساليب التيقن، سمع له أذان كويس، أو اتضح بعد شوية اتضح له إنه ده ما الأذان بتاع المسجد، ده أذان في موبايل ساي ومسجل تسجيل، أو زول قام معاين في الشمس شافه غربت، بعد شوية بدأ يأكل، تاني عاين بالزاوية البجالي قال قاعدة بهيني، هو عاين بجالي، ده بيسموه تيقن، فظهر له خلاف يقينه. ودي يا أخواننا مسألة بتحصل كثير جدا. هذه المسألة الثانية ليس عليه القضاء، لكن عليه أنه يمسك بقية هذا اليوم. أول ما أنت عاينت بجاية شفت الشمس فيما ظهر لي غربت، بديت تأكل ظهرت الشمس بجاي قاعدة، أو كان في غيم حجب عنك الشمس. ونحن كمان رمضان ده قد يجي معانا جزء منه في الخريف، والمثل بتحصل كثير كويس، فبعدك ظهر لك خلاف ما ظننت في الأول، تمسك بقية هذا اليوم، طوالي توقف تبتأكل واندمجت خلاص في الأكل،
طوالي توقف لحد ما تغرب الشمس، بعد ذاك تفطر ولا علي ولا شيء عليك. لما جاء عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس بعد ما أفطر. الشمس ظهرت لأنها كانت متخبئة خلف الغمام. قالت: فلم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ما أمر بالقضاء. لكن نفرق يا أخواننا بينه وبين المسألة اللي قبلها، ده هنا تيقن لكن ظهر خلاف اليقين، أما الأولى شك. والشك مفترض نحن نعمل بالأصل وهو بقاء النهار، بخلاف مسألة الفجر. الفجر لو يقين أو لو شك، بس عندك شك، لكن انتبه مع تحري أسباب اليقين. في موبايل معروف الفجر بيأذن كم، تعال لموبايلك أو ساعتك أو تسأل زول معاك أذن الأذان ولا ما أذن كده، بعد ما تحريت أو ما كان معاك شيء تتحرى به أصلا. ففي الحالة دي ما يضرك الشك ولا يضرك الغلط، تواصل صيامك عادي وما في شيء. طيب، كذلك مسألة من المسائل التي لا تضر بالصيام: إذا نام الإنسان في نهار رمضان واحتلم، إذا احتلم أثناء النهار لا يضره شيء، لا يضر بالصيام شيء، حتى ولو كان مع أهله بالليل، لأن ربنا قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فيحل للرجل أن يأتي زوجته في الليل. فلو كان الرجل مع أهله في الليل ودخل الفجر ولم يغتسل فلا شيء عليه، يواصل صيامه عادي ولا شيء عليه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مع أهله أو يصبح جنبا من أهله ولا يغتسل إلا بعد الأذان، فيغتسل ويكمل صيامه. كذلك ما ورد أن الإنسان إذا قبل زوجته أو باشرها، المباشرة هي ملامسة الجسد إلى الجسد، ملامسة جسد الرجل إلى جسد امرأته وتقبيل الرجل لزوجته، هذا لا يضر الصيام بشرط ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. قالت: ولكنه كان أملك لإربه. الإرب قيل هو عضو الجماع، وعلى أي حال الإنسان لو كان أملك لنفسه يعني يقدر يضبط نفسه وما يسترسل فيحصل منه الجماع فيفسد صومه، فلا بأس أن يقبل وكذا وهو صائم. والأولى بالإنسان إذا خاف على نفسه أن يبتعد، الأولى به أن يبتعد وما يعرض صيامه للخطر. كذلك يا أخواننا يبتعد الصائم عن كل ما يجرح الصيام وينقص من أجره، فلا ينظر إلى المناظر القبيحة المحرمة من الصور العارية والمسلسلات والأفلام القبيحة والاستماع للموسيقى وغيرها من المحرمات التي تخدش في صيام العبد. ومن صام عن ما أحل الله، الموية والأكل وده كله والعصائر دي مما أحل الله لعباده ومن الطيبات من الرزق،
فإن صام الإنسان عن الحلال الطيب فالواجب أن يصوم عن الحرام، ما ممكن الإنسان يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن باب أولى أن يؤثر الصيام في أخلاق العبد، يعني الناس بتلقاهم في الشارع في المواصلات أدى الكمسار القروش وراجي منه الباقي، والكمسار لسه عنده ناس بيجاي دار الديون وشايل ورق كله كبير في يده وبقت فيه ورق كبيرة ذاته، كمسار ذاته فوق التوقعات بتاعته كويس طوالي يعني دول ادينا القروش برانا صايمين وقافلة معانا. طيب انت صايمين القافلة معانا تدخلها معايا شنو ذاته؟ انت صايم عرفناك، قافلة معاك دي تدخلها شنو؟ وليه قافلة معاك يعني؟ الناس بيكون أخلاق عكرانة وخاصة مع صيام الحر، وزول مرق من البيت وجاي راجع ده بيكون عكران وطوالي تبقى أسباب للمشاكل بين الناس. فالواجب يا أخواننا إنه الصيام يؤثر علينا سلبا مش أو إيجابا مش سلبا، يؤثر علينا تأثير طيب فتحسن به أخلاقنا ويحسن أو تحسن معاملتنا مع الناس، كده بنكون احنا بجد استفدنا من الصيام. وكذلك بقية ما يستفاد من هذه الأيام المباركة الطيبة، يستثمر الإنسان في قراءة القرآن وفي المحافظة على صلاة الليل، يا صلاة التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما ممكن نطلع من الشيء ده كله ساين احنا، دي كلها يا اخواننا ابواب للفضائل والخير في الشهر ده نستثمرها ونهيئ نفسنا لها. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه ان يمن علينا بالصيام الصحيح الموافق للسنة، وأن يمن علينا بإدراك هذا الشهر المبارك، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على حسن الاستفادة منه. في زمن قبل الصلاة ولا ما في زمن لأسئلة؟ طيب سؤال واحد معنا. بيقول هل يجزي الإنسان أنه يطعم قبل الصيام؟ الصحيح أنه يطعم بعد الصيام لأنه قد لا يدرك الشهر، والشهر ما يجب على الإنسان إلا بعد الدخول وبعد مرور الأيام بيكون وجب عليه، أما قبل أن يأتي رمضان هو ما وجب عليه لسه، فقد يموت قبل أن يدخل عليه رمضان. وتماما للإجابة أشير لمسألة ما ذكرناها، وهي إنه الإنسان إذا مات وعليه صيام هل يصوم عنه أولياؤه ولا لا؟ مثلا زول كان مريض في أول رمضان و15 رمضان مات، وكان مفترض يصوم الأيام دي فيما بعد. طيب إذا كان مرضه دائما أو مستمرا، صاحب سكري وأصلا مبصوم، فده يطعم عنه. طيب أما لو كان مرضه عارض، هو مرض موته، حصل له حادث مثلا ولحد 15 رمضان ما صام، في الحالة دي قالوا هذا كان عذره مستمرا، العذر ما تقطع لحد ما مات، فلا يصام عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يحمله عنه لأنه عذره شنو؟ مستمر. قالوا أما إن لم يكن العذر مستمرا، يعني أفطر لك 15 يوم في رمضان وبعد ذاك شفي من المرض وقعد فترة من الزمن، قالوا إن فرط، لو كان مفرط يصوم عنه أولياءه، ولو ما كان مفرط يعني هو داري يقضي
لكن لسه فيه باقي مرض شويه كده، قال لحد ما اجبر كويس ودار اقضي في الايام البارده، ما مفرط، لكن دار يختار الايام البارده يقضي فيها. فان لم يكن مفرطا فلا يصوم عنه اولياؤه، اما لو كان مفرطا صام عنه اولياؤه. ومن يصوم عنه؟ قالوا يصوم عنه الاقرب من حيث الورثه. ده لو كان عنده ورثه اللي بياكلها منه، انت تاكل الورثه وما دار تصوم. فالاقرب من حيث الورثه يصوم عنه، ولاهله ان يتناوبوا الصيام عنه، يقسموها انت ثلاثه ايام وده اربعه وده خمسه ويصوم عنه. عموما يا اخواننا الزمن انتهى، ونحن كنا دنا واصل ثلاثه ايام ورا بعض، لكن لعله للاوضاع العامه الناس شايفاها في البلد، وبدات بعض التفلتات الامنيه، يعني ما يحمد انه الناس تواصل في هذا الوضع. لعلنا ان شاء الله نواصل في بدايه رمضان، كل شويه الاجواء هدات، فنقيف على يوم الليله ده، وحيجيكم الاعلان ان شاء الله، نواصل في بدايه رمضان ان شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله.